فطلع الولد كلهم الخونه طلعوا اتكلموا على الاول بيتكلموا ليه الدوله؟ هي الدوله فين؟ هم بيتكلموا كده. الدوله فين؟ هم اللي كانوا بيقولوا الدوله سايبه الناس تبني على الارض الزراعيه؟ ده هم اللي كانوا بيقولوا مش احنا. يعني هم اللي كانوا بيتكلموا ويقول لك ازاي تبنوا على الارض الزراعيه؟ ده الامن الغذائي بتاعنا واكلنا وشربنا. واضح الدولة مش موجودة، هم كانوا بيقولوا كده. واضح الدولة مش موجودة. دولة مش موجودة. تعالى اسمعك الأول قالوا إيه كلهم وبعدين هوريك واحد واحد. واحد واحد. بس اسمعهم على بعض وهم عشان بيتاجروا بيك ليل ونهار. كانوا بيتكلموا إزاي؟ وبعد كده اتكلموا إزاي؟ يعني هو اللي بيقول لك الدولة كانت فين؟ والناس اللي بتبني ده أمن قومي وأرض زراعية وبنتوها وحرام وإزاي ضيعتوا الأرض الزراعية. هم اللي بيقولوا كل الخونة النهاردة اللي بيطلعوا عليك يتكلموا ويتاجروا بيك هم اللي كانوا بيقولك أنتوا بنيتوا كده إزاي. مش إحنا والله، والله ما إحنا، والله هم. عايزك تسمع كويس قوي وتركز. شوف. اشتكى عدد من فلاحي محافظة القليوبية من زيادة الزحف الخرساني غير المنظم على الأراضي الزراعية. انتهت الأرض الزراعية كلها، بقت مباني الوقت. المباني سرحت في الأراضي زي ما انت شايف كده. وما في أراضي زراعية؟ ما بقاش في أراضي زراعية. تظاهر عدد من أهالي محافظة الفيوم للمطالبة بالتحرك لوقف الاعتداءات على الأراضي الزراعية. التعدي على نحو 1.5 مليون فدان، وحذر فلاحون من تلاشي الأراضي الزراعية بسبب التوسع في البناء. المباني زي ما حضرتك شايف قلب الخضرة، وهنا أراضي زراعية من أجود الأراضي. يعني الفدان في الأراضي الزراعية هنا ب100 فدان في الجبل. خسارة دلتا النيل اللي بساحات شاسعة من أجود الأراضي. دي الخسائر التي لا تعوض. ما تعرفش تزرعهم تاني. يرضي ربنا إن الرقعة الزراعية تتأكل. كل واحد عنده نص أراضي هيبني عليه. الأرض بارت خلاص. الأرض بارت وانتهت. دلوقتي الأرض الزراعية قربت تنتهي هنا. هنزرع فين بعد كده؟ هناكل منين؟ ولما تفضى ارض مصر دي هناكل منين احنا بقى؟ لما تبني هناكل منين؟ وبعدين ناكل منين يا معلم؟ كل الغذاء كله يا جماعه الداخلي كله دول من ايد الفلاحين. والفلاح ما كان بيزرع بطل يزرع، هيعمل ايه؟ هيأبدي بينا كمصر لان احنا نفقد الثروه الزراعيه والحيوانيه. هيزرع ايه؟ نزرع شعر. شهاده امام الله عز وجل بدل المره 10 ان تاكل الرقعه الزراعيه في مصر بهذا الشكل واحده من الحاجات اللي قطمت ظهر مصر. سبب الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها دي احد اسبابها عارف ايه؟ تاكل الاراضي الزراعيه. الحقيقه ان احنا في كارثه كبيره قوي. حالات التعديات للبناء على الارض الزراعيه خلال فتره من 25 يناير 2011 لحد سنه يوليو 2018 بلغت تقريبا 1,900,000 حاله تعدي. الناس بتقول لك فرصه نبني طالما في ثوره وكده، وزي ما يحصل يحصل. من ساعه الثوره وجاي ما حدش سائل فينا باي حاجه. الفلاح انتهى، يعني الفلاح يعتبر مات. فين الدوله من ده؟ فين الاستراتيجيه؟ فعندما تتحول الأراضي الزراعية إلى مباني دون رقيب أو حسيب يوضع الأمن الغذائي للبلاد على حافة الهوية. وحتى الآن يعجز النظام عن حماية الرقعة الزراعية التي تآكلت بشكل كبير. فهل تتحرك الدولة قبل أن تتحول كل المساحات الخضراء إلى غابات إسمنتية؟ ماهوش حريص أبدا على الرقعة الزراعية. دولة مش موجودة. ما انت لو عايز تحمي الأرض امسح كله. الحال انك انت تنفذ قانونك العسكري، الحال انك انت تضرب بيد من حديد على ايد اللي يجرف الارض وخلوهم ينضفوا الارض ويزرعوها تاني. الحال انك انت تهد البيوت المبنيه على الارض الزراعيه. السيسي الطاغوت بيهدم البيوت. تهديم البيوت، هدم المباني. هو السيسي عامل موضوع الانزلات ده ليه؟ طب بيهدم ايه؟ ليه بيهدم البيوت الان؟ طبعا ادعى انها مباني غير مرخصه وكده بحجه انها مخالفه، عشان هم مخالفين بحجه مخالفه قوانين البناء. نظام ازاله المخالفات على الارض الزراعيه بحجه ان ده في مصلحه البلد. ايه المكسب اللي هيعود على الدوله من كده؟ بالله عليكم شويه مباني مخالفين هم مشكله مصر. ده عقارات مخالفه يا عم. فيها عم ناس بانيه بالمخالفه. مخالفات المباني او الاعتداء على الارض الزراعيه او املاك الدوله ما موجوده، موجوده بقالها سنين طويله. ايه المشكله؟ كل الدنيا وكل الدول فيها مخالفات، ايه المشكله؟ النظام ده عامل حد بيعمل كده ليه؟ خطط مثلا وضعتها جهات خارجيه. انتوا بتعملوا خطه جديده لاعاده تقسيم مصر. الهدف هو التخلص من سكان مصر. هيهد نص بيوت الشعب، والله هاول. هدم نصف العقارات في مصر. هاول يا جماعه. بيجيب البيوت على راس اللي فيها. الاف الجماجم. بيوت بتتهد فوق اهلها، يهدوا البيوت في رؤوس الناس، هدم
المباني على رؤوس الناس. يقتلونهم ويحرقون بيوتاتهم ويعلقونها رؤوسهم على امام بيوتاتهم وكلها بيوت مسلمين. خليني اقول لك معلش نتقل. السيسي انتقل من مرحله الحرب على الاسلام الى مرحله الحرب على المسلمين. ده يقتل المسلمين فعاوز يهجر المسلمين. خلاص بتعلن عدائك للاسلام كله. شوفوا المطلوب يا جماعه ان احنا ننزل في كل محافظات مصر لكن بشرط ان يتحركوا بامواج مثل الطوفان فيضان ياكل يدمر كل شيء. اطلع يا اخي دافع عن دينك يا اخي. خونة مش كده؟ استخدم ايه؟ الاول هم اللي بقى حملة الارض الزراعية اكلنا هتزرعوا ايه؟ وقعد يتريق الواد مجرم حمزة الزوبة قالك هتزرع شعرك هتزرع فين؟ ما الارض خلاص. مش كان بيتكلم كده الرئيس بيعمل الرئيس بيهد الاول قالك الدولة مش متواجه الدولة بتتحركش ما تهمهوش الارض الزراعية ولا يفكروا فيها. لما الدولة بدأت تعمل إجراءات قالك الدولة بتعمل إيه؟ بتهد بتروح بالآخر خد الموضوع إنه حرب على الإسلام حرب على الدين حرب على الدين اللي هو كان بيتكلم الأول يقولك مفيش أرض زراعية. الأرض الزراعية انتهت في مصر الأراضي انتهت. ما هو خلي بالك بيتاجر أهو أخبار الناس بتتظاهر عشان تطالب بالتحرك لحماية الأرض الزراعية من المباني تعدي أهو بالأرقام قنواتهم وهم. عرفت يا مواطن يا محترم الناس دي بتستخدم البعض تستخدم الناس الحالة ادي اتكلم اهو خسائر اللي مصر تعرضت لها هم اللي بيقولوا هم اللي قالوا ده الولد في ولد منهم قال لك امسح شيل التاني الواد المجرم محمد كناريا قال لك هد شيل البيوت دي هدوا البيوت اللي موجودة على أراضي زراعية وغيره وغيره. هتاكلوا منين؟ مش هم اللي بيتساءلوا وجاي النهارده يتاجر بالناس وحمله. طيب الدوله طيب ادي الوضع اهو في الاخر قال لك ايه؟ يلا يا جماعه انزلوا عايزين تنزلوا في كل مصر. دخل هاني السباع المجرم قال لك دمروا كل حاجه كل اللي بيعملوه قدامك تمثيليه تمثيليه استخدام الناس لهد بلده. قال لك انزل دمر كل حاجه انزلوا يا جماعه دافعوا عن دينكم. وعلاقه الدين ايه بالبيوت؟ علاقه الدين ايه بالارض الزراعيه؟ علاقته ايه؟ ولكن هو استخدم الدين في مواجهه البلد استخدم استخدام تاني بقول لحضرتك اللي طول الوقت بيشتغلوا عليه الدين اللعب على عقول الناس. ما هو بيقدم لك كل ده كل ده كل ده وفي الاخر يقول لك الدين والحق ويطلع الواد المجرم من الزوبعة يقول لك ده هو بيوت المسلمين يعني. تاني يقول لك حرب على الاسلام حرب على المسلمين اللي هم ايه؟ هو مش انت اللي مش انت اتكلمت وقلت البيوت؟ هو مين اللي اتكلم على هد البيوت؟ الواد محمد كناريا مش اتكلم بشكل واضح؟ طب تعالوا شوفوا قبل وبعد لغة الخونة كان بيقول ايه محمد كناريا وطالب بايه اللي النهاردة زعلان. ده انت اول واحد اتكلمت ده انت اول واحد اتكلمت وقلت هدوا بيوت الناس هدوا بيوت الناس انتوا اللي قلتوا. طب اسمعوا بتركيز لو سمحتوا. وصارت دلتا النيل اللي بمساحات شاسعه من اجود الاراضي، ما تعرفش تزرعهم تاني. سبب الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها دي احد اسبابها عارف ايه؟ تاكل الاراضي الزراعيه. الحل انك انت تنفذ قانونك العسكري، الحل انك انت تضرب بيد من حديد على ايد اللي يجرف الارض، الحل انك انت تهد البيوت المبنيه على الارض الزراعيه. بحجه انها مخالفه، بحجه ان ده في مصلحه البلد. قال لك ايه؟ قال لك ارض زراعيه بقتش موجوده. ده الكلام ده قبل الكلام ده قبل نعمل تصالحات ويتعمل قانون عشان تقول للناس المخالف تصالح واحنا موافقين يا سيدي اللي هو بيتعمل النهارده
اول هو زعلان قوي، ادي خساره بتاعتنا مش هنعرف نزرع. لازم الاقتصاد يقول لك احد اسبابها ايه؟ تاكل اراضي الزراعيه. يعني هم ضد كل ده؟ قال لك استخدم القانون العسكري، استخدم ايه؟ اضرب بيد من الحديد، هد البيوت. قال لك هد البيوت، ارجع للفيديو الاولاني قبل ما نروح لبعد اللي قبل. قال لك هد البيوت يا مواطن، يا شعب مصر، يا شعب مصر. الخونة، الخونة بيتاجروا بيك ازاي؟ بسمعك تاني عشان تعرف هما بيتاجروا بيك ازاي. اسمع من الواد الارهابي المجرم محمد كناريا هو بيتكلم. الاراضي الزراعيه خسرنا قد ايه؟ وازمه اقتصاديه سببها ان انت بنيت. ده هو اللي بيقول لك. قال لك استخدم القانون العسكري، ده هو اللي قال لك، اللي هتسمعه تاني وتالت. استخدم القانون العسكري، هد البيوت، هو اللي قال لك اهو. المجرم محمد ناصر كناريا قال لك هد البيوت. اعرفوا حقيقتهم. شوف دلتا النيل اللي بمساحات شاسعة من اجود الاراضي ما تعرفش تزرعهم تاني. سبب الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها دي احد اسبابها عارف ايه؟ تاكل الاراضي الزراعيه. الحل انك انت تنفذ قانونك العسكري، الحل انك انت تضرب بيد من حديد على ايد اللي يجرف الارض، الحل انك انت تهد البيوت المبنيه على الارض الزراعيه. بحجة انها مخالفة، بحجة ان ده في مصلحة البلد. هل هؤلاء عندهم اي مصداقية في اي شيء؟ الكلمة وعكسها. النهاردة حاجة وبكرة حاجة. السنة اللي فاتت حاجة، النهاردة حاجة تانية خالص. هم نفس الأشخاص اللي هم كانوا بيتكلموا الأرض زراعية وإزاي وتسيبوا الأرض زراعية كده وإزاي الناس تبني. ما ينفعش يا جماعة، خدوا إجراءات، اعملوا مواجهة. هد البيوت المبنية. ده الخاين قال لك الحل. ده هو بيقولك ده بيدي حل، هو اللي بيدي حلول. الحل انك تهد البيوت المبنية على الأرض الزراعية. بقول لك الكلام ده خرج منهم هما اللي النهاردة عمالين يعيطوا، وهو اللي كان بيقول هدوا بيوت الناس. مش احنا، مش انا، عمرها ما خرجت من لساني. هو اللي قال، وهم اللي قالوا كلهم بالمناسبة. هو الواد الخيل اللي اسمه معتز، واد العميل اللي اسمه احمد سمير، كل الشلة القذرة كانوا بيتكلموا على هد بيوت الناس في قنواتهم اللي النهاردة بيتاجر بالناس. وهو اللي قال روحوا هدوا بيوتهم. ازاي حد بنى ارض زراعية وانت سايبينه؟ ازاي يا ريس؟ ناس موجود. هو اللي قال، هم اللي قالوا روحوا هدوا. هو اللي قال يعني ايه تبني في ارض زراعيه. هو اللي قال، هو اللي قال يعني ايه الاراضي دي كلها اتبنت. هو اللي قال. قنوات الارهاب الاخواني القطري هي اللي قالت، هي اللي بتتكلم، هي اللي اتكلمت، هم اللي عملوا تقارير مع الناس، هم اللي عرضوا الاراضي. ما بقتش موجوده يا جماعه، اتبنت كلها الاراضي يا مصريين. فلا، شوفوا لكم حل. ده راح لأبعد نقطة. استخدم القانون العسكري اللي هو عمره ما حد اتكلم عليه، عمره ما حد اتكلم عليه، هو اتكلم عليه. قال لك استخدم القانون العسكري اللي هو خد الناس ووديهم واعمل وسوي. ده مين اللي قال كده؟ الواد الخاين ده. حد تاني؟ تاني وتالت، تاني وتالت. شوفوا الواد العميل الآخر وبيتكلم على الأرض الزراعية، والنهاردة بيعيطوا على الأرض الزراعية وبيعيطوا على الناس، وهم اللي اتكلموا على الناس، هم اللي شتموا الناس وهانوا الناس إنها بنت على أرض زراعية. هم شوف في قلب الخضرة، وهنا أراضي زراعية من أجود الأراضي. يعني الفدان في الأراضي الزراعية هنا بمئة فدان في الجبل. يرضي ربنا إن الرقعة الزراعية تتأكل. شهادة أمام الله عز وجل بدل المرة 10 إن تأكل الرقعة الزراعية في مصر بهذا الشكل واحدة من الحاجات اللي قطمت ظهر مصر. الحقيقة إن إحنا في كارثة كبيرة أوي. طلع يقول لك إحنا بنهد البيوت عشان بتتبني على أراضي زراعية. نفس المشاهد ونفس هد البيوت اللي بيحصل. زي المخالف
لو دفع الفلوس مش هيبقى مخالفة ومش هيبقى معرضة للإزالة. يعني بالله عليكم هذا المشهد يحسب على مين؟ يحسب على مين؟ اللي حصل في مصر ده قطم ظهر مصر. هو الخاين ده اللي بيبكي النهاردة. يعني هو ده اللي مش تاني بقول اكتر ناس استغلوا وداسوا في هذا الموضوع هذه القنوات. هم اللي داسوا في الشعب. هم اللي اتكلموا على الشعب. هم اللي قالوا ليه الشعب عمل كده؟ ليه الناس عملت كده؟ ليه اهو واحدة من الحاجات اللي قطمت ظهر مصر البناء على الأراضي الزراعية. الناس راحت بنت. الناس ما عندهاش مكان فراحت بنت. فده يقول لك كده. يقول لك معقول يا جماعة احنا في كارثة. قال لك اللي حصل في مصر ده بناء على الأرض الزراعية في كارثة. ولكن عشان لما الدولة تتحرك وتاخد إجراء عشان أوفق أوضاع الناس أوفق أوضاعهم. قال لك يا خبر أبيض معقولة تعملوا كده ضد المصريين. وطلع الواد زوبع خاين العميل التاني يقول لك الأرض هناكل منين وهتزرعوا فين والأرض ايه هتعملوا؟ ما الأرض خلاص ما بقاش هي أرض زراعية. زوبع طلع يتكلم ويتكلم على الأرض الزراعية اللي اتبنت. بوريك هما كانوا بيشتغلوا ضد الناس ازاي وضد كل واحد بنى ازاي. هذه قنوات. هذه القنوات اللي اتكلمت وحرضت بشكل واضح على هد بيوت الناس وحرضت بشكل واضح هي البلد فين والدولة فين والدولة مش واخدة بالها من الأراضي الزراعية إنها تأكلت واتبنت. هم اللي اتكلموا هم اللي كانوا بيحرضوا هم